من الفقرات اللي بتكون مميزة ومختلفة وناس كتيرة بتطلبها، وإحنا شخصياً وإحنا كمان يعني بنقدمها لحضراتكم بنستمتع وإحنا بنستمع، فكرة النوستالجيا ونوستالجيا الرياضة اللي بتبقى مليانة بحكايات عن الأهلي وبطولاته، خصوصاً أنت بتتكلم هنا النوستالجيا الخاصة بكأس العالم للأندية طبعاً اللي الأهلي بيشارك فيها. خلينا بقى نسمع ونستمتع ونعرف الكواليس ونروح للمنشطات اللي عمرنا ما شفناها، كل ده مع ضيفنا الأستاذ محمد مصطفى مدير الوحدة الوثائقية بقناة الأهلي. يا صباح الهنا. صباح الفل. منور الدنيا كلها يا فندم. اهلا بحضرتك، وطبعا عايزين نتكلم معاك عن تفاصيل كتير تخص بصفه خاصه اكيد مشاركات الاهلي في تاريخ المونديال وابرز نجوم وابرز هدافيه، بس استاذنك تعالى نتكلم عن البطوله ذات نفسها من اول ظهورها، من اول بدايتها ومراحل التطور اللي هي عدت بيها. طيب جميل. هو بدايه كاس العالم للانديه كفكره كانت فكره قديمه، يمكن بدات فعليا سنه 2000، لكن هي سبقت ده بكتير قوي. كان قبل كده بدات في اوروبا وامريكا اللاتينيه كاس ما كاس الانتر كونتيننتال، كان دايما بتتلعب في طوكيو، كانت بين بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه. البطوله دي لسه موجوده لغايه دلوقتي؟ لا خلاص، ما بقتش تتلعب. الاتحاد الافريقي والاتحاد الاسيوي تقريبا سنه 87 بداوا يعملوا كاس الافرو اسيوي زي الانتر كونتيننتال بالظبط، ولعب فيها الاهلي والزمالك، فاز بيها الزمالك اعتقد مرتين والاهلي فاز بيها مره سنه 89. لكن في الوقت نفسه كانت في بدايه التسعينات بدات فكره عمل بطوله كاس العالم للانديه، بدات سنه 2000 بمشاركة 12 نادي، بمشاركة 8 أندية. كان من الأندية العربية اللي شاركت في الوقت ده الرجاء البيضاوي المغربي والنصر السعودي. اوكي. لظروف الرعاية وكده اتلغت البطولة اللي بعدها. وبدأت بشكل جديد في 2005. في 2005 اتعملت شبيهة بكأس القارات. اللي هي كانت بتتلعب دايما قبل كل كأس عالم، السنة السابقة لكأس العالم كانت بتتلعب كأس القارات. وكان بتتلعب في اليابان، بدأت في اليابان. في البطولة ديت ما كانش فيه في الأول بطل حاجة اسمها الدولة المضيفة، يعني بمعنى عمار. لا، كانت اليابان بتنظمها لأبطال القارات الستة، وهي كان كأندية يابانية ما كانتش موجودة، ما كانتش موجودة، أو نادي صاحب الأرض ما كانش موجود في الوقت ده، ما يشاركش بفريق، ما كانش فيه الكلام ده لسه، يعني حتى في الوقت ده يعني مجرد دوره مجرد استضافه للحدث. أوكي. وده كان في 2005 و2006. يعني افتكر ان الاهلي في 2006 كان اوكلاند في الاوقيانوس، وكانت وقتها لسه استراليا، في الوقت ده كانت استراليا بتلعب في كاس الملك الاوقيانوس. اوكي. هي بعد كده استراليا طلبت لرفع مستوى الكره الاستراليه انها تبقى كل بطولاتها كل مشاركات الانديه والمنتخبات تبع الاتحاد الاسيوي. ده بعد كده. لكن في الوقت ده كانت احنا حتى اول موسم لعبنا مع فريق اعتقد اسمه ادلايد او اف سي سيدني حاجه زي كده في اول بطوله. وتاني سنه لعبنا مع اوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا. وكان موجود طبعا كلوب امريكا من المكسيك وانترناشونال من البرازيل. وكان برشلونه الاسباني. فكانت ابطال قارات بس. الاتحاد الدولي فكر انه لازم كناحيه جماهيريه يبقى فيه كمان فريق من الدوله اللي بتستضيف البطوله، على اساس انه يلعب مع اضعف فريق في البطوله اللي هو غالبا قاره اوقيانوس بعد انفصال استراليا عن اوقيانوس، واتنقلت فعلا بوافقه الاتحاد الاسيوي وبقت تلعب كل ماتشاتها وبطولاتها حتى في تصفيات كاس العالم مع الانديه مع المنتخبات والانديه الاسيويه. ومن هنا ظهرت فكره النادي المستضيف او البلد المضيفه يبقى ليها نادي. واتحطت القاعده ساعتها ان لو البلد اللي بتستضيف البطوله كان بطل القاره منها يلعب هنا في الوقت ده تاني القاره. يعني ايه؟ يعني مثلا في مره من المرات كان نادي جومبوك هيونداي الكوري كان بطل، كان تاني البطوله. اوكي. المستضيفه اليابان. منها البطل. ولسه بطل النادي ده موجود؟ موجود. يعني بطل يعني النادي الياباني نفسه الدوله المضيفه اللي هي اليابان كان بطل اسيا منها.
فخلاص ناخد التاني بقى. أوكي. ده الوضع اللي حصل مع الاهلي المره دي. ان الدوله المستضيفه المغرب. ايوه. يعني مره من المرات كان مازيمبي بطل في 2013 اعتقد 2013 كان مازيمبي كان مازيمبي البطل. حصل انه الرجاء البيضاوي المغربي شارك بصفته النادي من الدوله المضيفه بطل الدوري في الدوله المستضيفه للبطوله. أيوة. والمفاجاه ساعتها ان الرجاء وصل النهائي. الامر ده تكرر 3 مرات على فكره، ان فريق من الدوله المستضيفه مش بطل قاري يصل للمباراه النهائيه. ده حصل مع كاشيما انتلرز اللي هو الياباني، وحصل مع العين الاماراتي، وحصل مع الرجاء المغربي. انما لاول مره مثلا يعني يعتبر، عشان كده يعتبر الهلال السعودي ثالث فريق عربي يوصل للمباراه النهائيه بعد ماتش امبارح. من الحاجات برضو اللي في البطوله دي انه انديه بعيدا عن النسخه الاولى، لان النسخه الاولى كانت عدد كبير من كان فيها مانشستر يونايتد، وكان فيها ريال مدريد، وكان فيها ناديين من البرازيل. نسخه قويه دي. نعم، نسخه قويه. نسخه قويه طبعا. وتلعب النسخه دي الوحيده اللي اتلعبت في البرازيل. اوكي. من 2005 بالنظام الجديد انديه اوروبا مفيش نادي منها خرج من الدور قبل النهائي، كلهم وصلوا النهائي. في المقابل انديه امريكا الجنوبيه اللي حصل امبارح ده سادس مره فريق من امريكا الجنوبيه ما يوصلش النهائي. يعني زي ما قلنا قبل كده، الرجاء البيضاوي خرج فريق، العين خرج فريق، المازيمبي خرج فريق في 2010، وقلنا وامبارح الهلال، وكان كاشيما انتلرز الياباني، وقبل كده برضو فريق مكسيك اسمه تيجريس اونال ده برضو خرج فريق من امريكا الجنوبيه. فباذن الله لو حصل بكره النهارده ان شاء الله الاهلي استطاع يخرج الريال، يفوز على الريال، هتكون اول مره فريق اوروبي يخرج من السيمي فاينال. اول مره في التاريخ، في تاريخ البطوله من ساعه من بدايتها بالشكل الجديد من 2005. هي دي نقطه اعتقد باذن الله، يعني باذن الله نقدر نعمل. انا زي ما الناس بتعتبر فوز الهلال كان مفاجاه، كرة فيها كل حاجة، وممكن جدا ان احنا ان شاء الله بالارادة والتصميم والعزيمة والاصرار وحاجات كتيرة جدا وروح الفريق نقدر ان احنا نوصل نهائيا. طب انا عندي سؤال في الشق اللي حضرتك بتتكلم فيه ده بقى. احنا دلوقتي بنتكلم في نسخة جديدة، وشاركنا قبل كده في اكتر من نسخة، لو احنا هنرجع بالنوستالجيا للنسخ الماضية وتعالى نقارن الوضع دلوقتي واللحظة اللي احنا فيها بما سبق، إيه الكفة دلوقتي افضل ولا لا، والظروف افضل ولا لا؟ لا هو بص، هو كل اجيال لعيبه كل جيل له ظروفه. يعني مثلا الجيل الذهبي بتاع الاول الالفيه بتاع بركات وفلافيو وبكريكا وعماد متعب وائل جمعه وحسام الذهبي فعلا، الجيل الذهبي دوت خد ذهبيه واحده، وفي المقابل خد رابع مره وخرج من الدور الاول من اول ماتش في مره. تقصد خد برونزيه؟ تقصد اسف، خد برونزيه مره. بس فال حلو. فانت هنا لو انت بتقارن اجيال، لا الجيل الثاني كان مثلا واخد دوري وكاس وافريقيا وسوبر مصري وسوبر افريقي، كان بياخد بال5 بطولات في الموسم، ورغم ذلك الانجاز كان على مستوى كاس العالم للانديه كان اقل من دلوقتي. يعني انت النهارده لو ربنا كرمنا بميداليه هتبقى ثالث مره على التوالي، كل مع اختلاف الالوان. يعني معنى ايه؟ ان النادي الوحيد اللي عملها ريال مدريد خد 3 ذهب. الاهلي لو خد ميداليه هو خد 2 برونز ورا بعض، ودي فهتبقى برضه نفس دي مساله للتاريخ. ما هو بالظبط، يعني حتى الهلال اللي وصل ما خدش ميداليات قبل كده. ما خدش ميداليات في البطوله. الحاجه الثانيه دلوقتي بيتكلم يا ذهب يا فضه، دلوقتي يا ذهب يا فضه. وهو لو خد ميداليه هيبقى برضه بالنسبه للعرب رابع فريق يعملها، يعني ثالث فريق يعملها بعد العين الاماراتي والرجاء البيضاوي، وقبل كده مازيمبي خد فضه برضه في افريقيا. مش السد القطري كمان كان ليه ولا ما كانش حصل على ميداليه؟ يعني المهم، يعني لا مش يذكر. المهم مش متذكر السد. لا مش السد، لا ما خدش ميداليه. لا فهي كمان في حاجه، تاريخ البطولة ده بالنسبة للأهلي، إن الأهلي 8 مرات في أفريقيا، ده أكبر نادي في القارة وصل لعب في البطولة. في حاجة خفية خاصة بالمشاركة نفسها، مجرد مشاركة الأهلي السنة دي
خد رقم إضافي في التصنيف القاري لأفريقيا. لائحة التصنيف الأندية في أفريقيا بتقول اللي يكسب ماتش بياخد بونتين. أنت دخلت في البطولة خدت 4 بونت. فأنت كمان حتى على المستوى القرن الواحد وعشرين الأهلي فرق كتير جدا عن باقي الأندية الأفريقية، وده قابل للزيادة بإذن الله يعني. فده كمجمل عام. لكن أنت لما تيجي بقى تدور في حاجات تاريخية خاصة أو أرقام خاصة بالأهلي في البطولة دي تحديدا كمان اتعملت التانية. يعني احنا طبعا الناس العالم كله اتكلم عن حسين الشحات انضم لقائمة كريستيانو ورونالدو وكريستيانو رونالدو وميسي و واعتقد جاريس بيل. لا ثانية واحدة عشان ما نغلطش تاني بقى معلومات غالبا كده غالبا عشان ما نغلطش. ايوه صح وجاريس بيل صح تمام. ودول احرزوا في دول يعني من الاخر بقى. ارجعوا لنا يا جماعه بعد اذنكم، ارجعوا لنا للاستوديو. هي في قائمه من 22 لاعب سجلوا في نسختين مختلفتين. من 22 لاعب منهم 2 من الاهلي. مش حسين الشحات بس وبوتريك بيرسي. لا انا بتكلم على نسختين مختلفتين. اوكي. انا عندي 22 لاعب. انا بتكلم على الجيل الحالي. ايوه 22 لاعب على في مدى تاريخ البطوله قدروا يجيبوا اهداف في نسختين مختلفتين. تمام. لما تيجي تتكلم على الاهلي كله في تاريخه كان محمد ابو تريكه وفلافيو وعماد متعب. دول جابوا في نسختين بس مع الاهلي. ايوه. حسين الشحات وبيرسي تاو جابوا مع ناديين مختلفين. يعني حسين الشحات احرز مع العين الاماراتي واحرز مع الاهلي في 2021 و2023. اوكي. بيرسي تاو سجل مع صن داونز في 2016 وسجل مع الاهلي في البطوله دي. ايوه. حسين الشحات وبيرسي تاو ضمن 7 لعيبه بس في العالم كله اللي سجلوا لفريقين مختلفين. المفارقه دي ما حصلتش غير معاهم هم. مع الـ7 دول. منهم مين بقى كمان؟ كريستيانو رونالدو. دول الـ7 من الـ7 اللي سجلوا، لان كريستيانو كان سجل قبل كده لمانشستر يونايتد. كريستيانو. فده ارقام خاصه. في حاجه كمان خاصه حتى بماتش النهارده ريال مدريد، ان في 2 لعيبه في الاهلي سبق ليهم اللعب رسميا مش وديا امام ريال مدريد. برضه حسين الشحات في نهائي كاس العالم الانديه 2018 مع العين الاماراتي لعب قدام. اوكي. وبيرسي تاو كان محترف في كلوب بروج البلجيكي ولعب في دوري المجموعات قدام ريال مدريد ماتشين. في دوري المجموعات في دوري ابطال اوروبا. بالتالي لو لعبوا النهارده هتبقى دي المشاركه الثانيه للاثنين. بيرسي تاو ماتشين بس هم كانوا في نفس البطوله. فده دي حاجه ثانيه خاصه بعيده شويه، ان في 2 لعيبه من الجيل الحالي لعبوا قدام فريق زي ريال مدريد. فدي بالنسبه دي حاجات صغيره خاصه الاهلي. كمان طبعا احنا عارفين الاهلي لعب كده مع ريال مدريد ودي في 2000 اعتقد في 2001 وكسب 1-0 بهدف كان ساندي تقريبا. ساندي. لكن طبعا انك تلعب مع ريال مدريد في مواجهه رسميه طبعا ده شيء مختلف. وعلى فكره دي المواجهه الثانيه في تاريخ الاهلي على مستوى الانديه الاوروبيه. الاهلي في تاريخه بايرن ميونخ كان بايرن ميونخ وده ريال مدريد. الناديين تعتبر من اكبر يعني اذا صنفنا الانديه الاوروبيه هم يعتبروا الاكبر حاليا في وطبعا في وبرشلونه اكيد. لكن ده الاهلي كان دايما بيلعب مع انديه امريكا الجنوبيه في القرعة. دايما كان بتجيبه مع انديه امريكا الجنوبيه في السيمي فاينل لما بيوصل. لا دي تاني مره نلعب مع فريق من اوروبا اللي هو المره اللي فاتت لم نوفق قدام بايرن ميونخ. المره دي احنا بنلعب قدام ريال مدريد. طب انا عندي سؤال استاذ محمد، لو هنقارن بما ان احنا ذكرنا بايرن ميونخ وبنتكلم ريال مدريد والنسخه الماضيه والنسخه الحاليه، بتشوف ايه الافضل؟ يعني قارن لي النسخه دي باللي فاتت من ناحيه الاستعدادات والفنيات والدوافع والتشجيع. خلينا نفهم وبرده نشير لده عشان الناس بتحب جدا برده ان هي تركز في النقاط دي. والله هقول لك، من الغريب ان النسخه اللي فاتت النسخه الماضيه كان فيها حاجات غريبه، ان الفريق راح منقوص من عدد كبير من اللعيبه الدوليين مع منتخب مصر. دي حقيقه. ورغم ذلك حقق المركز الثالث
صحيح الماتش الاخير بعض اللعيبه اللي جم المنتخب لعبوا زي السوليه والى اخره، ولكن في الاخر احنا دخلنا البطوله ومع يعني الناس عندنا نوع من القلق على الفريق مش هنعمل حاجه. الروح المعنويه كانت اقل بكتير من النسخه دي. طبعا، وكان الاستعداد يعتبر اقل برضه. صحيح. لكن في الاخر كره القدم، انا دايما عندي اعتقاد ان كره القدم ملهاش دعوه بقوه الفريق بتاعك وبالاستعدادات، فيها كل حاجه. حسابات خاصه فعلا. الثبات الانفعالي، الاصرار، عايزين بس دي برضه لما تخش ثمان لاعيبه واللي سته لاعيبه ناقصين، ماتشات كتير الاهلي حصل الكلام ده كتير. ايوه. احنا مره لعبنا الزمالك من سنتين كان ثمان لاعيبه ناقصين، كان غلط كسبنا 2-1 محمد شريف جاب جونين يعني. ففكره ان الاستعدادات وكده الاهلي عنده القدره انه يعمل ده السنه دي، يعني انا بعتقد النسخه دي من اللعيبه اقوى واحده. يعني جاهزيه الاهلي في رايك اقوى من السنتين اللي فاتوا؟ تساوي جاهزيه ريال مدريد ولا لا؟ انا مش بقارن ريال مدريد. لا، هو بيقارن بين السنوات اللي فاتت. احنا على السنتين اللي فاتوا. الاهلي السنه دي كفريق على بعضه النهارده يعني اقوى من النسختين اللي فاتوا. كويس، يبقى الظروف افضل بكتير. هو المفروض ده على الورق، النسخه دي اقوى من الاثنين اللي فاتوا، واقوى حتى تكتيكيا كمان. والفريق يعتبر كامل حتى في غياب اكرم توفيق وكريم فؤاد، ولكن الجبهه اكتملت برجوع بيرسي تاو ورجوع شحات له فورميته، وكمان ضم خالد عبد الفتاح ومحمد هاني. فانت كانه ما عندكش غيابات يعني في ظل حتى الغيابين الاثنين دول. فالفريق اقوى. كمان مارسيل كولر بيعتمد على الفريق مش على اللعيب، بمعنى ان اي لعيب هينزل في المكان ده هيؤدي دور، انت هتؤدي دور وده هيؤدي الدور نفسه، الاسماء مش هي الموضوع. فعشان كده رغم اختلاف الاجيال الكتير قوي، في احيانا بتكون الجيل داخل باستعداد اقل وبيكسب. صح، ونتمنى ده يحصل النهارده. انا بس عايز اقول شويه حاجات صغيره خاصه بلعيبه الاهلي برضو. انت مش عاوز في حاجات خاصه بلعيبه الاهلي شويه يعني، ما اعرفش تهم الناس ولا لا، لكن اي حاجه عن يعني معلومه النهارده هتهم. النهارده احنا اللي شارك من لعيبه الاهلي لغايه النهارده حوالي 74 لاعب في تاريخ البطوله. يعتبر اكثرهم اللي شارك وائل جمعه وابو تريكه وحسام عاشور 11 مباراه، وبعدهم رامي ربيعه وحسين الشحات اربعه. أيوة. حسين الشحات لعب في العين مع واحدة. الامارات مع الامارات. ايوه برضه هتخش لما تيجي تشوف اكثر اللعيبه اللي لعبوا هتلاقي نفس الثلاثه، وائل جمعه ومحمد ابو تريكه وحسام عاشور، وراهم برضه حسين الشحات لانه لعب اربع ماتشات مع العين الاماراتي المره اللي فاتت. دي من النقط الصغيره الخاصه باللعيبه اللي حتى بالنسبه للاهلي جاب طبعا 21 هدف احرزهم 12 لاعب من الاهلي، وهدف عكسي جابه لاعب باتشوكا في مرمى فريقه في نسخه 2008. طبعا صدر قائمه ابو تريكه وراف لافيو وعماد متعب وياسر ابراهيم وحسين الشحات. لان حسين الشحات برضه جاب هدف. انا سعيد ان حسين الشحات اسمه بيتكرر. لا بيتكرر كتير. هو كونه لعب في ناديين دي او لعب في البطوله في ناديين وكمان جاب اجوان. طبعا خلاص دخل تاريخ. طبعا دخل التاريخ. في يعني زي ما قلنا قبل كده ان في عندي خمس لعيبه سجلوا في نسخ مختلفه، ابو تريكه وعماد متعب وفلافيو وطبعا بيرسيتا والشحات زي ما قلنا قبل كده. بالنسبه لحراسه المرمى طبعا محمد الشناوي هو اكثر حراس المرمى مشاركه، خمس مشاركات، بعديه شريف اكرامي وامير عبد الحميد كل واحد اربعه. في خلال تاريخ البطوله برضو كان في حاجه تاريخيه شويه، نقطه انديه امريكا الجنوبيه رغم انها في ست مرات وبما فيهم المره دي ما وصلش النهائي لكنه ما خرجش من منصات التتويج، كان ياخد برونز حتى لما كان بيطلع من السيمي فاينل الا مره واحده. يعني بيوصل للمربع الذهبي ما بينزلش منه. لا كمان بياخد ميدالية. اوكي. يعني بيجي في مباراه الثالث والرابع بيكسب. الا مره واحده لما الاهلي في 2021 لاعب بالميراس والاهلي كسب، يعني دي المره الوحيده اللي انديه امريكا الجنوبيه خرجت فيها من منصات التتويج في تاريخها كانت على ايد الاهلي. ونتمنى ان شاء الله في ماتش الثالث والرابع اللي جاي على ايد الاهلي او الهلال السعودي اللي منهم يعني اذا يعني سوري خلاص يعني الهلال الاهلي اسف اذا حتى لقد يعني لو لينا نصيب في النهائي ملناش برضه يبقى تاني مره على ايد الاهلي. فهو ده حاجه من الحاجات المذكوره حتى في ارقام الاتحاد الدولي ان دي كانت المره الاولى والوحيده اللي انديه امريكا الجنوبيه ما تصعدش لمنصات التتويج اللي هي المراكز الاولى اول تاني تالت اللي بتاخد ميداليه. المركز الرابع في الاخر
شهاده تقدير يعني مش محسوب قوي. مش محسوب، لكن دي كانت المره الوحيده. تمثيل مشرف. هو كل الفرق على فكره اللي بتاخد ترتيب بتاخد شهادات تقديريه. ايوه بس يعني قعدنا سنين في في اجواء الجمله الشهيره دي. الاهلي برضو في اثنين هدافين، من اثنين من العيال من الاهلي خدوا هداف البطوله. محمد ابو تريكه في 2006 وياسر ابراهيم في البطوله اللي فاتت، كانوا اربع لعيبه جابوا كل واحد فيهم جاب هدفين، منهم ياسر ابراهيم ويعد من هداف من هدافي ياسر ابراهيم المدافع ده طبعا يعني. نقطه بتحسب للاعب مدافع برضو ان المدافع يبقى مدافع. من بالظبط بالظبط بالظبط. وهو طبعا يعتبر الاثنين المدافعين الوحيدين اللي جابوا هدف من الاهلي، محمد هاني في مرمى مونتيري النسخة اللي فاتت وياسر ابراهيم، الباقي كلهم لاعبي وسط وخط هجوم. في نقطة تانية، النادي الأهلي هو يعني يعتبر النادي الوحيد من خارج أمريكا الجنوبية، من خارج أوروبا، اللي وصل لمنصة التتويج ثلاث مرات. بمعنى اللي خد ميدالية ثلاث مرات، ما خدش ميداليات في يعني أكتر من النادي الأهلي غير ناديين اثنين بس، ريال مدريد أربع ميداليات وبرشلونه اربعه، بس الفرق ان برشلونه اعتقد فيهم واحده فضه، انما الاهلي واخد ثلاث ميداليات برونز، بعد كده كل واخد ميداليتين، الاثنين ذهب الاثنين واحده برونز. انا بتكلم كعدد. ايوه طبعا. لا لكن ده ما يقللش من النوع، النوع مختلف طبعا. اكيد اكيد. الذهب بيكسب، لو ذهب قدام اربعه برونز ده موضوع ثاني. طبعا يعني الحاجه الثانيه المهمه جدا في ارقام، طبعا احنا في كتير ارقام كتير بنتكلم فيها، نقول فوزنا ثاني اكتر فوز في المونديال بعد ريال مدريد 10 واحنا 8 بس لازم نراعي حاجه في الارقام ديت لما تتذكر، ان انا لعبت كم ماتش وريال مدريد لعب كم ماتش. يعني معنى انا لاعب ماتشات اقل اكتر من ريال مدريد، هو ريال مدريد اخذ 10 من كام؟ من كم ماتش؟ لا واحنا احنا عموما تاني فريق بعد ريال مدريد كأكثر ريال فرق يعني فوزا مشاركة في لا بتكلم على مجرد المشاركة اوكلاند سيتي 10 واحنا 8. اوكي. كلاعب مباريات احنا لغايه النهارده 20 واوكلاند 17. لكن هي فكره انا دايما انا في ارقام ما بتكتب ارقام، ان اكتر نادي فاز في كاس العالم هو ريال مدريد. فاز في مباريات. طبعا. بعديه الاهلي بثمان ماتشات. بعديه برشلونه بسبع ماتشات، بس تظهر الارقام دي مش صحيحه. ليه؟ ليه؟ ريال مدريد لعب مباراه اقل. لانه بيلعب من السيمي فاينل. برشلونه بيلعب ماتش مش من الادوار اللي بيلعب من دور قبل كده، وبالتالي ان انا هو يظل رقم انك فزت ثمان مرات ورا ريال مدريد، لكن لازم الرقم ينسب لاصل. نسبه الفوز كام بقى؟ هنا بتختلف الارقام بقى كتير. انت ممكن نادي يشارك مره واحده يفوز في السيمي فاينل ويفوز في النهائي وخد البطوله، اصبح نسبه الفوز 100%. عاده بتبقى العبره بالخواتيم، الناس ما بتوقفش قوي عند الملابسات، هو بيعدوا بالارقام مين فاز كم مره. بس هي اصلها برضو دي حتى في الاحصاء الرقمي دي بتبقى وجهه نظر، زي ما قلت لحضرتك لو فريق فاز مرتين لعب بطوله واحده، لعب ماتشين فاز الماتشين خد البطوله، دي نسبه فوزه كام في الميه؟ 100%. ايوه طبعا. هي دي الفكره. طب. واخد بالك؟ لكن الحاجه بقى اللي احب اتكلم عنها في اخر حاجه خالص بالنسبه لبعض الارقام، ان الاهلي مثلا زي نفس فكره عدد الماتشات، الاهلي اكتر فريق عمل كلين شيت، يعني بمعنى لعب ماتشات لم يستقبل اهداف. كمان هو النادي الاهلي رابع اكثر الانديه احرازا للاهداف، ريال مدريد 31، مونتيري 24، برشلونه 23، الاهلي 21. دي حاجه عظيمه جدا على فكره. الحاجه الثانيه بقى وده رقم برضو تاريخي، الاهلي هو النادي الوحيد اللي دخل تصفيات كاس العالم للانديه وصل للسيمي فاينل ثلاث مرات، ما حصلتش مع اي نادي ثاني. كلنا عارفين ان انديه امريكا اللاتينيه او الجنوبيه واوروبا بتلعب على السيمي فاينل على طول. وبالتالي باقي انديه القارات اللي بتصفي، النادي الوحيد اللي وصل للنهائي اللي قبل النهائي ثلاث مرات وموت متتالية هو النادي الأهلي، وده رقم كبير. يعني كل دي إشارات ودلالات على كينونة النادي الأهلي. ما هو أنت لما تلاقي اسم الأهلي في حاجات كتير، أنا على فكرة في أرقام كتيرة جدا 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 موجودة معانا للأهلي، لو قعدنا نسرد أنت الأرقام دي كلها موجودة على مواقع الاتحاد الدولي ومواقع الإحصاءات، أما تلاقي اسم الأهلي في كثير من الأرقام
مذكور عالميا. تخيل حضرتك اي متابع مهتم بالاحصاءات او اي مشجع مهتم بالاحصاءات والارقام ويخش يشوف الارقام يلاقي دايما اسم الاهلي متكرر بشكل كبير مع انديه كبيره زي ريال مدريد وبايرن ميونخ وبرشلونه. هنا ده ترند باسم بينتشر، حتى هو مش هينتشر يعني هيشجعه، ولكنه هيبقى اسم متردد، اسم لما تيجي في مشجع في اخر الدنيا في البرازيل في الارجنتين في ريال مدريد في اسبانيا دلوقتي في المانيا، لا الاسم بيفضل يتردد بيفضل يتردد. اه صحيح الاهلي لعب قبل كده مع مونشن جلادباخ وريال مدريد وبايرن ميونخ ولعب مع سانتوس البرازيلي، اه والانديه دي والناس وقتها عرفت، بس تكرار الموضوع واستمراره واستمرار اسم الاهلي على طول موجود، ده امر مختلف خالص. اصلك ما لعبتش ريال مدريد وغلبته خلاص على كده وما شفتوش تاني. صحيح. نادي النصر السعودي نادي كبير طبعا، اللي هو في رونالدو دلوقتي طبعا. لعب مره واحده في كاس العالم للانديه قالوا علينا النصر العالمي في 2000، وده وبقى يطلق عليه في السعوديه النصر العالمي. وحقيقه شوف انت بقى شاركته حققت قد ايه. اه وهو كان على فكره هو فعلا دايما نادي من انديه المربع الذهبي في السعوديه ونادي بطولات. لكن تقدر تقول لي هل هيقارن باسم زي الاهلي والهلال دلوقتي في تكرار الاسم على طول على اسماع المشجعين واسم تسويقي كمان براند كبير طبعا. اللوجو اللي على طول بينتشر ده وتشوفه لما ممكن مشجع في اخر الدنيا يشوفه يعرف ان ده الاهلي لانه قرا وشاف رقم. بص يا استاذ محمد كمان يعرف ان ده الاهلي المصري، فهي دي النقطه بجد. انت عندك لازم يكون في وعي وفخر ان انت النادي الاهلي. طبعا احنا فخورين الكيان اللي احنا بننتمي ليه بيمثلنا في محافل دوليه مختلفه، بس هو برده في الاول في الاخر بيمثل مصر. فزي ما احنا بنقول مثلا سياتل الامريكي، الهلال السعودي، الاهلي المصري. طبعا يعني دي حاجه كبيره اكيد. ما هو اصل فكره ان بعض الناس في بعض الاوقات قال لك النادي بيمثل نفسه، مفيش كده في الكوره، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده في العالم كله عشان يحصل في مصر، محدش بيقول الكلام ده. فعلا حتى في اي تقرير عالمي بيتذكر اسم مصر جنبيه، دي قوه ناعمه للرياضه. الرياضه نفسها قوه ناعمه، والرياضه نفسها بتعمل اسم وسمعه اكيد. ودايما انت لما مهما يعني الحاجه الحلوه دايما هي اللي الناس بتتوق تبص عليها بعيدا عن اي شيء تاني. يا رب الحاجه الحلوه دي تتقال في وصف الحاله اللي احنا بصددها بعد ساعات قليله جدا. بنتمنى التوفيق للاعيبه النادي الاهلي النهارده ان شاء الله، وسعداء كالعاده بوجود حضرتك معانا وبنشكرك على وجودك. شكرا يا كريم. هو ده بيتك ومكانك. الله يكرمك. والله بص هي قصه الارقام انا بحبها، بس يعني الكلام فيها بيبقى عايز تجهيزات وجداول وبتاع وحاجات على شكل. لا بس الكلام كان وافي جدا ويوضح فعلا، نرجع ونقول ماهيه النادي الاهلي من خلال كل الاشارات. وكينونتو زي ما قال طبعا. وكينونتو ايوه نورت الدنيا يا فندم. بنشكرك يا محمد. وزي ما ابتدينا كلامنا هننهي كلامنا، كل التوفيق يا رب ان شاء الله النهارده. ساعات قليله جدا بتفصلنا، عندنا كل مش هقول الثقه اللي كان عندنا، الروح المعنويه المرتفعه، وعندنا الامل الموجود، وعندنا اللعيبه اللي مطمنانا، وعندنا المدير الفني اللي مطمنا، وعندنا الدعم الكبير جدا من كابتن محمود الخطيب والجهاز الاداري والفني ومجلس الاداره، وعندنا اكبر من كل ده دعم اكتر من 100 مليون ان شاء الله يكون يعني في ظهر النادي الاهلي النهارده. زي ما بنقول النادي الاهلي بيمثل مصر، يعني ما فيهاش اكيد دي جدال. كل حال الفقره دي انتهت، هنروح لفقره اخرى بس هي مسجله زي ما حضراتكم عارفين، فقره طبيه هتكون مع كريم وضيفه العزيز دكتور باهر السعيد. نشوفكم يوم الاحد وباذن الله نيجي بقى ونتكلم في يعني اللي حصل. لو دخلتي علينا بصباح النصر يوم الاحد هتبقى احلى دخله فيه على الاطلاق. يا رب خير ان شاء الله. بنشكركم على المتابعه ونشوفكم على خير ان شاء الله. اتفضل.